سلمى، ورح نروح لأجواء الثقافة والفن بمساحتنا الحالية. أسلوب لوني جديد، القهوة الصباحية تحولت بين إيدين ضيفنا لمادة لونية قدر يجسد من خلالها رؤيته الخاصة بكتير من المواضيع. تحولت هالذرات القهوة لأشخاص، لأماكن، لمواقف اختزنتها ذاكرته. فليه القهوة وكيف بلشت الفكرة؟ التفاصيل مع ضيفنا الفنان التشكيلي مؤيد كنعاني. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أهلا يسعد وسهلا، صباحكم، كل عام وانتم بخير، كل وانت عام بخير، والبلد دائما بخير ان شاء الله. يسعد صباحك سعد. مؤيد، صباحك سلمى. خلينا نبلش هيك من هي الفكرة بحد ذاتها، الرسم من خلال القهوة. نحكي عن هي المادة اللونية وشو خطر على بالك؟ هلا هو في اجمالا كثير اشياء خطرت على بالي، هي الحاله المزاجيه اللي انا كنت فيها بلحظه اللي خطرت على بالي القهوه. هو طبعا اليوم كثير اخذ حيز، واخذ فيني اعتبر انه اخذ ضجه معينه التشكيل بالقهوه. يمكن بزعل عليه انا هذا الموضوع قد ما بحبه، قد ما بزعل عليه انه عم ياثر شوي على الاعمال الاخرى، يعني الرسم بالسكين بالالوان الزيتيه او بالشمع او بالكولاج اللي يعني جديد هلا مبلش فيه بطريقة مختلفة إن شاء الله. الرسم التشكيل بالقهوة هو الحالة المزاجية مثل ما حكيت أنا وأسلفت بالسابق، محبتها أو عشقها أو تماهيها مع الحالات اللي نحن بنكون الحالات العشقية خلينا نسميها، إن كان بنوعية بالمشروب اللي هو القهوة أو بتفكري أنا يعني شخصيا بموضوع البن أو زراعة البن أو طريقة طحنه أو شوي وما بعرف الطريقة والآلية كيف بتتم فيها. الحالة اللونية حتى اللون اللي هو موجود فيها أنا بيساعدني كثير وبيخدمني بمجمل أعمالي، يعني اللون البني أو البني الغامق أو الأسود اللي هو المحروقة أنا بسميها دائما الغامق، ماشي؟ فهذا بيخليني بيساعدني بالتشكيل، بيعطيني تدرجات ألوان طبيعية، يعني أنا مشتغل عليها بس القهوة هي بتساعدني بهذا الموضوع. كان في عمل جديد انه انا اضفت شيء جديد بالرسم بالقهوه كون عم اشتغل فيها بالمعلقه، يعني ما استخدمت الريشي لانه في ناس عم يشتغلوا بالقهوه بس اني بالريشي. اعتبرته هذا تحدي بيني وبين نفسي، يعني انه فيني ابدع انا بادوات اخرى بامكانيات اكثر بساطه. يعني حتى في ناس بيحبوا انه يشتغلوا، بيحبوا انه يعبروا، يحاولوا انه يخلقوا شيء جديد. انا من هذول الناس اللي حبيت انه اخلق شيء جديد اللي هو انه بالمعلقه، واخذ الطابع حميمه حلو كثير عند المتلقي. ويمكن كنت بالبدايات اعتبر حالي انه تورطت فيها انا، هي لانه اعتبروها في اخرين اعتبروها انه هي مغامره كونه ما بتثبت كثير وكونه على ورق نحن عم نشتغل، كيف الاليه لانك انت تثبتها او تعطيها عمر تعطيها مدى. قدرت حصلت فيما بعد يعني على مكونات مواد معينه مثل الفكساتور مثلا بتثبتها واعطيتها حيويه اكثر وصارت انضر وثبتت معي، يعني امور الحمد لله كثير كثير حيوية. انت جاوبت على 3 اسئله. اول سؤال حكينا عن رمزيه اللون الداكن للقهوه، وحكينا تماما عن اليه العمل وكيفيه تثبيت اللون، لكن خلينا نحكي عن تفاعل الناس برسومات من خلال القهوه. هل صار في مثلا انتقاء اكثر لهي اللوحات من خلال الناس؟ التفاعل، شو كان ردة فعلهم لما شافوا هي اللوحات؟ هلا ليكي اثناء المعرض الاول اللي صار كان في اقبال كثير حلو، يعني حتى اذا انت فيك تشوفي حتى صورت انا بعض المقاطع لتبقى هيك راسخه بذاكرتي. لنفترض انه انا مثلا بالمعرض دخلت ب 70 لوحه، انا بمعرضي اقل ما يمكن 70 65 لوحه، النص تماما كان هو رسم بالقهوه، فكان الجمهور دائما متجه نحو القهوه، يعني اللون هو بحد ذاته جذب الناس انه لون موحد. خلينا نقول اثنين، العنصر الثاني الاهم اللي هو كونه مشروب غالبيه الناس وبيترافق دائما مع الحاله الرومانسيه، ان كانت عشق او كان ما بالضروره يعني يكون حتى عشق، ممكن يكون عشق للطبيعه، عشق للمكان الانسان تأمل. موجود فيه حالات بتخطر ببال اي شخص يعني انه تزامني مع القهوه. كان في اقبال كثير حلو وانا حبيته بزياده، يعني انا صار في عندي عشق لها اكثر بعيون الناس اللي شفتهم بالانطباعات اللي شفتهم. كنت ترسم اشخاص مؤيد او الأسئلة. كنت ترسم اشخاص، وجوه اشخاص فيها؟ هلا رسمت شيء قليل، ما كثير انا فت بهذا الموضوع لانه بيعذبني، يعني انا البورتري بشكل عام بالقهوه لانه عم اشتغل بالمعلقه ما عم اشتغل بالريشه. هلا بالريشه بقدر بشتغل اي شيء بس ما بعتبر حالي اني انا قدمت شيء. هلا الحلو انه شخص بده يعطيني لوحه
لوحات أي فنان بغض النظر عني أنا أو عن غيري، الكل مشكورين على جهودهم، وفي كثير ناس عم تقدم أشياء ثمينة يعني، كان بالفن أو بالأدب أو بالموسيقى أو بأي شيء. حبيت أنا إنه عم يلاقي الطابع الخاص فيه، هو إنه وقت الحدا عم يسأله عنه إنه هذه راسمة بالملعقة، يعني ما راسمة بالريش، انتبهتي؟ هاي بيعتبروها الآخرين إنه هي صعبة، هلا بالنسبة لي أنا صارت سهل التشكيل بالقهوة بالملعقة أو بأداة أي أدوات أخرى، يمكن هذا حتى اللي كان أحيانا بدي ممكن أسألك استخدم عليه، أصابعي فيها. هذا اللي كان بدي أسألك عليه مؤياد، الرسم بالأدوات الحادة، يعني مو بس خليني أقول المادة اللي عم ترسم فيها، كمان الأدوات مختلفة، وقد إيه يمكن هذا الشيء مختلف؟ هو اختلاف وحلاوته، يعني انت حتى ليكي هلا بمجال التشكيل بشكل عام، الفن التشكيلي في 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 ادوات كثير انت مساحة بتستخدميها حرة. فيها، يعني ما هي مقتصره على آلي او اداه او اي شيء، عرفتي؟ يعني انت هلا بامريكا الجنوبيه بامريكا اللاتينيه بعتقد عم يستخدموا الاصابع، في مين عم يستخدم البخاخ رسم، عرفتي؟ يعني التشكيل مدى واسع مدى بعيد، يعني في كثير اشياء الانسان ممكن انه يستخدمها. هلا انا ليش اشتغلت بالمعلقه؟ هي ما كانت فكرتي انا بالاساس انه انا قررت بدي اشتغل بالمعلقه. هلا كنت انا بمكان عملي دائما طاولتي وورق موجود، يعني حتى اذا بدك انا بصدد اني اكتب قصائد او اكمل روايتي او شيء، بقى القهوه حد مني. يعني احيانا الانسان بيكون شارد بشيء او عم يتامل شيء معين، ما بيحس بحاله بكون عم يلعب بالمعلقه او عم يحرك القهوه. بهاللحظه هاي انا خطر ببالي اني ارسم شيء بالمعلقه، انه شيء سريع. الرسمه اللي رسمتها مين ما يفوت لعندي مين ما يشوفها انه كثير حلوه، انه شو راسمها، هي بالوان خشبيه او بالوان مائيه او شيء؟ لا، بالقهوه. الواو اللي عم تشوفيها انت عند الانسات او عند الصبايا او الشباب او اي حدا، هاي خلتني انه انا افكر فيها بشكل جدي، اني انا اشتغل بقى بهذا الموضوع. مش في حالي غير كل يوم بقى خلاص روح جيب كانسون، قص الكانسون وحدده وبلش اشتغل بالمعلقه، انتبهتي؟ وقت اللي عملنا المعرض في ناس انذهلت، يعني انه معقوله هذا شغل انت مشتغله بالمعلقه؟ يعني مستحيل. ففيما سبق يعني رسمنا على الهواء بعده لقاءات انا كنت، انه الناس تتاكد انه هذا مرسوم بالمعلقه وما في اي، انا ما عندي خطوط، يعني دائما انا ما بترك، بخلي انه الاثر دائما يكون هو بنهايه اللوحه، مو يكون ببدايه اللوحه، انا ما بحدد لوحاتي حتى بالتشكيل بالسكين بالالوان الزيتيه، ولا مرة أنا حطيت خطوط أولى أو حددت بالقلم الرصاص أو شيء، مثل ما هو بزجه. هذا التحدي الكبير بيني وبين حالي، إنه أنا إذا بدي أكون مختلف، إذا بدي أكون متميز، وهذا الموضوع بيفتح لك آفاق واسعة، بيفتح لك أبواب ونوافذ على عوالم أخرى. يعني اليوم أنا مثلا هلا بال 2020 مقدم على مسابقة إن شاء الله أفضل فنان تشكيلي عالمي. إذا تم القبول وانعرضت اللوحات، طبعا هن بيطلبوا منك شو أنت ترسمي. ممكن انه يكون في إلى حيثية مختلفة او إلى وقع خاص، انه شغلي انا ماني محدده سلفا، انا مقدم اللون مثل ما هو حسب الطلب اللوحة اللي مطلوبة مني. نعم. وهذا اللي حابب اني اوصل له انا بيوم من الايام ان شاء الله يا رب. يعني بالاضافة للفن التشكيلي كمان مؤيد عندك هواية الرواية ودخلت عالم الرواية، شو الجديد بهذا المجال؟ خبرنا. هلا حلو ذكرتي انه هوايه، هلا هو الهوايات هي دائما منبع اي عمل بيصير بالايام، بيدخل عالم الاحتراف او اكيد بيدخل بمجال عملي اكثر، بصير مهني، ممكن يتحول لمهني. هلا يمكن كان هاي صار هايسي حاليا انه يتحول بيوم من الايام لمهني، انه انا اعيش من وراء كتاباتي، لو انه بعيد شوي عن السؤال خلينا نقول هذا شق مداخلي من عندي، كونه انا اكثر شيء بحياتي، يعني انا فتت باعمال كثير وفتت وسط بامور كثير بالحياه، اللي جذبني واللي خلاني انه افجر او طلع الشيء اللي موجود جواتي، مكنوناتي الخاصه، عبرت فيه بشكل اوسع وبحريه اوسع. يعني كان في عندي، ما كان في يعني هامش الحريه كان اوسع اني اعبر فيه بالروايه اكثر من الشعر او النثر، اللي بعتقد انه صار في لي مؤلفات فيه، بس للاسف انا شوي فوضوي او غير ملتزم بموضوع النشر، انه خلص انا اليوم انجزت الكتاب المفروض بعته دغري عن النشر، وبيعتبروا علي كثير الاصدقاء اللي اليوم عم تواصل انا وياهم، لاني بصدد هلا طبع روايتي الاولى ان شاء الله قريبا، طبعا خلال اسابيع هي بتكون. هلا هي درجت تحت عنوان الشك واليقين، لحديت اليوم انا بعتبره هو عنوان مبدئي، يعني لسه ما اخذت القرار النهائي فيه، حسب تفاصيل ومجريات الروايه بحدد العنوان النهائي، بس حبيت هذا العنوان ليكون فيه هي الحاله اللي بيعيشها كل انسان بينه وبين حاله، الشك واليقين، اللي هو ايضا يعني ايضا نابع من
خلنا نقول جينات أو فطرة أو شيء بصيرورته للإنسان، دائما هو عنده سؤال، دائما عنده حالة بحث، دائما عنده حالة صراع، دائما عنده حالة شتات، عنده حالة لو كانت كل الأمور جيدة بالنسبة له. هاي الحالات اللي عشتها أنا بحياتي، حبيت أن انقلها ضمن الرواية برمزية معينة بأسلوب معين، فيها طابع فلسفي خفيف عشان ما تخاف الناس يقولوا انه ما نقصنا تعقيد، ما بدنا نقرا فلسفي خفيف. يعني خلينا نقول انه انا عندي اي فكره او اي موضوع او حتى الحوار بين الاشخاص هو حوار لاطمئنان الاخر المتلقي او القارئ، اطمئنان ذائقته بالدرجه الاولى، يعني هو انه يتابع يقرا حاله اكثر ما انه هو عم يقرا لكاتب معين. انتبهتي؟ فالهوايه كبرت وصار مشروعنا اكبر وصارت احلامنا اكبر وطموحاتنا اكبر. طبعا انا عم نزل اجزاء منها على صفحتي على الفيسبوك، في رواج لها، في محبه، في اندهاش، يعني دائما حتى اللي ما بيعبروا على العام بيعبروا لك على الخاص مثلا، وبصير في نقاشات، وحتى هاي النقاشات اللي عم بتصير احترامي انا لهي الذائقه، واللي اليوم عبر قناتكم بوجه لكل اصدقائي الموجودين على صفحتي اللي هني سبب وجودي هون وسبب معرفه الاخرين باعمال ان كانت فنيه تشكيليه او كانت ادبيه. وخليني اقول انه لليوم ما في رضا تام، اكيد ما في اي فنان او كاتب عنده رضا تام عن مجمل اعماله، بس بيبقى عندي هذا الخوف. لهيك هلا كونه قربت كثير من انه تدخل المطابع وعن نشر، صار عندي خوف اكثر، فعم حاول دائما اعيد قراءتها اكثر من مره، وعم بصير معي مشاكل انا بيني وبين روايتي انه كل ما عم حاول اني اختم فكره معينه بتكون ظهرت افكار اخرى تحبي انت تضيفيها، بتحسي انه صار في شيء اهم للي انت ذاكريه. بالنهايه الانسان بمجمل حياته لا يمكن انه يرضى عن نفسه، وقناعته هي انه انا دائما لازم ابحث عن الشيء الاوسع او الشيء اللي يترك عمق ويترك اثر. وموضوع بتعرفي نقاد واضاءه وهالقصص هاي، فبدك تكوني قد حالك وقد مسؤوليتك. طبعا مؤيد، بما انه حكينا كمان عن الشعر، خلينا نسمع من حضرتك شيء. رح ألقي لكم ان قصيده هي لها علاقه، هي الترابط اللي بحبه انا كثير بين الفنون التشكيليه والادب او كل شيء فني بالحياه، كان موسيقى او رياضه، او انا كلهم بحبهم لانه كلهم بمارسهم وكلهم بعتبر انه هني مو بس اجزاء من حياتي، هني حياتي كلها، وهذا السبب بيخليني دائما انه اعطي اكثر. عن القهوه: البن يتذكر، البن يتذكر، يا احتراق كحلك في عيني، منذ أخذ الوقت طعم شفتيك، وأبقى لي الرسم شكلا لنصفيني، لسلام يهرب في الصباح، لكلام يستحيل طحلبا في المساء، وأكثر الذكرى يظل مشقوقا بين النهد والوجه السكران، حين يشتبك قلبي مع الآه، وأنا ما زلت وأظل ضيق بينكما. هي هيك موجز صغير عن الحالة اللي بدخل فيها أنا دائما بين الفن والرواية، كنت عم برسم بالقهوة أو حتى كنت عم بكتب، لأنه هي دائما صارت رفيق أساسي بالنسبة لي، وإن شاء الله تنال الإعجاب والإمتاع دائما. نعم، يعني شو المشاريع هيك أو الخطط اللي حاطة ببالك إن كان بالفن التشكيلي وإن كان بعالم الرواية؟ هلا اليوم ليك بعد ما صار هلا عملت انا معرضين فرديات بالنسبه لي، ودائما بشدد انه انا بحب المعارض الفرديه، ما بحب المعارض المشتركه، دائما بحب دائما اكون لحالي متميز لحالي، يمكن في بعض الانانيه بهذا الموضوع. عم بسعى اليوم اني اعرض خارج القطر، اجتني دعوه من لبنان واجتني دعوه السنه الماضيه من تونس، بس الظروف والحاله الاقتصاديه احيانا ما بتسمح انك انت تقومي بكامل اعمالك. هلا مشروعي على مستوى الرسم في تشكيل، بعتبر عم حاول فوت اكثر شيء بالانطباعي اللي ما كثير اعطيته المساحه الاهم، كوني اشتغلت تجريدي اشتغلت واقعي، عم حاول انه كثف جهودي هلا بهذا العام القادم، يعني انه معرض القادم يكون انطباعي رمزي، يعني تشكيلات مختلفه، وعلى صعيد انه الادب بالرواي، واني انجز كل المؤلفات اللي لها تقريبا اليوم 10، وفي يعني من 2010 منجزين ومنتهيين، وحتى في منهم موجود نشر، بس انا ما عم بعطي الكلمه انه خلص هدول يطلعوا على النشر. نعم. يعني ان شاء الله بعتقد 2020 تكون كل هالامور منجزه اكيد.
يعني بدنا نتشكر وجودك معنا اليوم، وان شاء الله يا رب موفق بكل ان خطواتك. شاء الله بضلوا بخير وتبقوا بخير. انا بشكركم كثير وبشكر قناه الاخباريه اللطيفه والعزيزه على قلبي، وبدي اتشكر كثير الانسه هنا والانسه هزار اللي تعبوا معي فعلا، وان شاء الله اكون بستحق الشيء اللي قدمتوا لي اياه جميعا يعني، وكامل الاعلام السوري. شكر كبير لكم وكل عام وانتم بخير وسوريا دائما بخير. ان شاء الله بالتوفيق دائما مؤيد، وفعلا يكون المعارض لها بصمه خاصه مثل هذا المواهب اللي عندك اياها الكتيره. شكرا لوجودك معنا. ان شاء الله تضلي بخير. شكرا زينة، شكرا سلمى.